قدم سمو الأمير الحسن بن طلال التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأكد سموه خلال لقائه رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية والغربية في كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس في عمان أن الأعياد الدينية تمثل فرصة كبيرة لتعميق العيش المشترك بين أبناء الوطن، مشيرا إلى أن تحويل الأعياد الدينية إلى أعياد وطنية من شأنه أن يعزز دور الدين في المجتمع. أود في هذه الأيام المباركة التي تمزج كما تفضلتم بين الفرح والحزن أن نستذكر فيها الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، وهنا أبدأ بتهنئة إخوتنا وأخواتنا المسيحيين داخل الوطن وفي جميع أنحاء العالم، وهنا أشيد بالدور المخلص للأسرة الأردنية. يقول أمم متحدة نحن بحاجة لأمة موحدة عربية وإسلامية، وهنا أقول ذلك الدور المخلص وبخاصة من هذا الموقع أشيد بدور الدور المسيحي الشطر المسيحي وعبر بهذه الطريقة من الذين أوقفوا جميع الاحتفالات بأعياد الميلاد تضامنا مع أهالي الشهداء والجرحى من أبناء جهاز الأمن العام. من جانبه قال كاهن كنيسة العذراء للأقباط الأرثوذكس في الأردن الأب أنطونيو الصبحي إن هذا اللقاء يأتي ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد الذي ينمي في وجداننا أثرا روحيا ممتلئاً بالدروس المستفادة من المحبة والسلام والتواضع وقبول الآخر بصرف النظر عن دينه أو عرقه أو جنسه. إنه من دواعي سرورنا وافتخارنا واعتزازنا أن يتم هذا اللقاء اليوم في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بعمان بحضور حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، ويتم هذا اللقاء ونحن في زمن الميلاد المجيد، يتم في مغارة الميلاد والتي تحكي قصة ميلاد السيد المسيح له المجد، مغارة الميلاد والتي تحمل في وجداننا إثرا روحيا ممتلئ بالدروس الروحية المستفادة من المحبة والسلام والتواضع والوداعة وبذل الذات وقبول الآخر وخدمة الإنسان لأخيه الإنسان بصرف النظر عن دينه أو لونه أو جنسه. حضرة صاحب السمو الملكي، إن جميع الكنائس في الأردن احتفلت بعيد الميلاد المجيد، أما كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اليوم فتحتفل بعيدين، عيد الميلاد المجيد وعيد تشريف سموكم لنا ولكنيستنا. وفي نهاية الحديث دار حوار بين الحضور وسموه حول أبرز القضايا المتعلقة باحترام التنوع والاختلاف وإدارة المعالم الدينية بالقدس ومبدأ المواطنة الشاملة للتعدد الديني والثقافي في الأردن والمشرق. سموك شرفتنا اليوم بحضورك، وفعلا زمان كنحن كعلمانيين في الكنيسة هون وكمسيحيين ومسيحيات بالأردن بالوطن زمان ما شفناك والتقينا فيك، فكانت اليوم مناسبة لأنه نحضر ونسمع لكلامك اللي دايما احنا منقدره ومنعتز فيه ودايما بنحط في الصميم. بعتت فيك مسجتك أو كلمتك اللي ألقيتها فلاشات، الفلاشات أضاءت فينا نور لبعض المواضيع اللي عم بتأثر علينا كمسيحيين. أنا بشكر سموك على الفلاشات اللي أعطيتها في كلمتك. نحن كإعلام كمان نتطلع دائما للإيجابي ودائما نتطلع للكأس المليان، ما منتطلع على الكومنتات أو التعليقات الشاذة، أحيانا تكون من أجل استقطاب المزيد من الفيوز ولا
من الحضور او من يعني المشاهدات، فبنطلع حتى لو كانوا يعني عدد قليل من الكومنتات. يعني بنقول الملح في الطعام دائما بنقول، والخميرة في العجين، ونحن قادرين انه نعمل الفرق.